لانها اعتقد انها طلعت خارج الملعب. الشبكه سهلت هايل. ضربات طائرة هليكوبتر تحوم في الأفق. ساعتها كان خلاص يعني رايتو قبلها الالمنيوم. لكن هل ممكن نلاقي مواد جديده بتخش على مضارب التنس في المستقبل؟ محدش يعرف. ثلاثين صفر. والارسال صح قتيل ان هو ينهي الشوط نصر للكسر. النضال بيتعقد، ما عندوش اي مشاكل ان هو يضرب نحو والخطوبه مش ماشيين مع بعض. ارسال ساحق 15-0. قليلين اللي بيقدروا يعادلوا. هايله دي، هايله هايله. اللي يقول ان رائع. ونقطتين للكسر عشان يرسل للفوز بالدي في منتهى الروعه. انتيسيبيشن مفيش احسن ولا اعلى من كده. مفيش مرجحه خلفيه، مفيش متابعه اماميه. عديه ومديه الفرصه. خارج الملعب. ومتضايق انها ما خارج الملعب يعني ما تجيبوش تاني فرصه زيها. خطر كبير. أول نقطة مع الإرسال. هايل نضال، هايل هايل. بيورينا سرعته المعهودة. هايل 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 هايل. ميس مانجمنت يتعامل بكفاءه هايله جدا. الكره سريعه جدا عليه، لمها وما ضربهاش لنقطه الحسم المجنون. نبص على الاعاده مره اخرى. سودرلينج لم يتوقع ان الكره دي نازله جوه الملعب. هي في اكتر من كوره كانت خلصانه. المجموعه الاولى لصالح نادال في 8 وقت.
دلوقتي بقى يعني نادال ضرباته بحيس اعتقد هيبقى فرص سودلينج معدومة. احلى حاجة وتخليصة هايلة سودلينج. يا رافع يا ولد يا ولد اداء رائع من الاثنين لعيبه جدا، لكن نادال له الكلمه الاخيره وباعجاز. ودائما يحسن اختيار الضرب. ارسال حلو التخليص ده على نقطه الكسر. هي التخليص ده على نقطة الكسر. معقولة؟ يعمل ايه الراجل اكتر من كده؟ تهنية عالية من سودلينج، طلع من نقطة الكسر ودلوقتي عنده فرصة لإنهاء الشوط والتعادل 2-2. يا راجل سهلة يا راجل. المرة دي خد بجدارة. يحصل الكسر ويقترب رفع من الفوز بالبطولة، أول بطولة ليه تبقى في الموسم دوت. المباراة لصالحه رافائيل نادال. رائع هايل يا روبن. يكتفي بأن هو بيروح يقف عشان يستقبل الكرة اللي بعدها. لسه المهمة ما خلصتش، مهمة صعبة عليه. طلعتين على الشبكة غير موفقين من رافا. طلع مظبوط المرة دي. ويل دان، روعة في الفولي اللي في. ينكسر نادال وبيتحدى تحدي يأس. حلوة جدا الفولي ده. جوكوفيتش وجوكوفيتش استطاع ان يفوز على تسونجا فيه، وخد اول لقب من بطولات الجراند سلام جوكوفيتش سنة 2008 بفوزه بلقب استراليا المفتوح. طبعا لا زي سودلي يعني فاهم هو بيعمل ايه. خلاص يطلع بارسال سهل. بعناء ينهي ويتسلل.
15 كيلو. تحسه جيف في نقطة. مالوش حل. سودرلينج بقى على الشبكة. يخسر روبن سودرلينج ورافا نادال هو اللاعب الذي يستطيع الحصول على